So, for future events, which needs preparation and arranging, these events, if they are arranged or prepared, so we use the present continuous tense. But if they are not arranged or prepared, and they are just decision, or they are just our plan to do them, so we use verb to be plus going to. Okay? For example, if your friend tells you that she's going to go to the park, so it's her أو قررت أو خططت إني أروح للحديقة. إنما هي قالت I am going to the park. يبقى هي قررت واتخذت القرار وجهزت وكل حاجة جاهزة لأن هي تروح الحديقة. Okay. الفرق كده واضح يا جماعة؟ تمام يا بنات ولا في مشكلة؟ طيب هل going to ليها استخدام تاني؟ تعب نشوف كده مين يقرأ الاكزامبلز بتاع going to اللي هي number 2. خلينا نقولها the sky is cloudy it's going to rain. number 2 هنا الجملة التانية وجنبها number 2 الاستخدام التاني للتعبير عن المسبب هو going to. سوف تمطر. هنا حضرتك استخدمنا going to express prediction which is based on an evidence. عشان نعبر عن تنبؤ. هتنبأ بحاجة تحصل مستقبل أو الدنيا مغيمة. فأنا بتنبأ إن هي تمطر. التنبؤ ده based on an evidence قائم على دليل. أنا بتنبأ إن الدنيا هتمطر. بقول بتنبأ كده وخلاص ولا في دليل على التنبؤ بتاعي؟ والدنيا مغيمة، احنا الظهر والدنيا مغيمة وما عادش الشمس كأن احنا بقينا المغرب. على طول قمت انا قلت خلاص ده الدنيا هتمطر. تمام؟ يبقى ده اسمه ايه؟ prediction يعني تنبؤ. based on an evidence يعني تنبؤ قائم على دليل وقت الكلام. يبقى انا لو انا في حاجة تحصل في المستقبل لها دليل وقت الكلام بنستخدم going to plus verb infinitive. وده الاستخدام التاني لgoing to. يبقى احنا خدنا verb to be plus going to then the verb infinitive ليها اتنين استخدام. الاستخدام الاولاني النية والتخطيط لعمل شيء في المستقبل. الاستخدام التاني التنبؤ بشيء سيحدث في المستقبل له دليل وقت الكلام. Okay. Is it easy for you? تمام كده بنات؟ Okay. طيب انا لو هتنبأ بشيء هيحصل في المستقبل انا قلت بشرط ان اللي يكون له دليل وقت الكلام. طب انا لو هتنبأ بشيء سيحدث في المستقبل وما لوش دليل فانا تنبأت مثلا من غير ما اقول ذا سكايز كلاودي الجمله دي مش موجوده وعايز اقول الدنيا هتمطر من غير ما تنبأ من غير ما افتح الشباك واشوف الدنيا مغيمه ولا لا انا حاسه كده ان الدنيا هتمطر. I think it will rain. وبكده نطلع لأول صيغة للتعبير عن المستقبل وهي future simple tense اللي هي will والمصدر. تمام؟ والمثال ليها آخر example معانا في البيج هنا ونقول this hard working player will win the race. اللعيب ده هيفوز بالسباق. الجملة هنا فيها evidence فيها دليل على انه هيفوز بالسباق. I am Mr. فيها كلمة hard working. لا حضرتك اللعيب ده من وجهة نظرك لو هو مثلا في الكورة شفت واحد بيجري جامد 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 وقلت اللعيب ده هو اللي هيفوز او هو هيجيب جون. حضرتك اصلا خبيرة في الكورة؟ لا. فبالتالي
لو واحد خبير في الكورة هيقول ده اه هو بيجري اه بس بدون حرفية، هو بيجري زي كده وخلاص، مفروض ما يهلكش صحته وكده، لا لازم بيجري في الوقت اللي المفروض يجري فيه ويهدف المفروض الوقت اللي يهدف فيه، هو كده بيجري وخلاص. فأنت شايف هارد وركينج يعني ده رأيك الشخصي فيه وليس دليل. يبقى في فرق ما بين الرأي الشخصي والدليل، تمام؟ ده هنا رأي شخصي، this hard working prayer ممكن نختلف فيه. ليه؟ فالرأي ما بين hard working prayer زي ما أنا قلت من شوية، إن ممكن أنا شايفه لعيب كويس وغير شايفه لعيب مش كويس، إنما the sky is cloudy، الدنيا مغيمة. هل أنا ممكن أشوف الدنيا مغيمة وأنت تشوفيها صافية؟ لا. يعني أنا ما أشوفش الشمس وأنت تشوفيها مثلا؟ أكيد لا. يبقى ده مش حاجة مش إحنا مش هنختلف فيها، تمام؟ يبقى ده evidence، ده دليل على إن الدنيا هتمطر. ولما يكون عندي دليل على حاجة تحصل في المستقبل بستخدم going to، ما عنديش دليل زي الجملة الأخيرة بستخدم will. يبقى أنا عندي هنا، أنا على فكرة يعني بدخلك من استخدام لاستخدام أو من صيغة لصيغة من خلال الاستخدام. يعني إحنا ربطنا ما بين المضارع المستمر وgoing to في إيه؟ إن المضارع المستمر بيحصل بنستخدمه للتعبير عن إحنا عن حاجة نعملها في المستقبل جهزنا لها ورتبنا لها، والgoing to بنستخدمه للتعبير عن حاجة تحصل في المستقبل بس إحنا لسه بس ناويين نعملها، ما جهزناش ولا رتبنا. والgoing to مرتبطة بويل، إن ويل إن going to بنستخدمها للتنبؤ بشيء سيحدث في المستقبل له دليل، أما ويل بنستخدمها للتعبير عن شيء سيحدث في المستقبل ليس له دليل. أنا عايز بنوتة شاطرة تقول لي إيه الفرق بالاستخدام ما بين المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل واستخدام verb to be plus going to. وآه لو أدت examples بقى يبقى شطورة أوي. نحن لما بنستخدم going to بيبقى لينا دليل وكده، لما بنستخدم الverb التاني بيكونش عندنا دليل بيتهيألي يعني، أو بيبقى رأينا الشخصي، صح؟ إجابتك رائعة يا هدى، thank you. ولكن اللي أنت قلتي الفرق ما بين going to will، لأن going to تستخدم للتعبير عن التنبؤ بحاجة تحصل في المستقبل لها دليل، أما will ليس له دليل. أنا قلت الفرق ما بين ال present continuous اللي هو زمن المضارع المستمر و going to plus infinitive. أنت جبت أول اثنين، أنا عايز الفرق ما بين number 43. طب أقول أنا تاني. I am going to travel. Why I am traveling. I am going to travel to KSA. I am going to travel to China. To KSA اللي هي السعودية. I am going to travel to China. I am traveling to China. لو واحد قال لي I am traveling to China، يبقى الراجل ده اشترى التذكرة ومعاه جواز السفر مجهزه ومعاه التأشيرة كل حاجة جاهزة، تمام؟ إنما التاني هو هيسافر لكن مش مجهز أي حاجة، صح؟ أيوة، ممكن أصلا ما يكونش معاه جواز سفر أصلا، تمام؟ تمام، شكرا يا هدى. طيب بنوتة تانية تقول لي الفرق ما بين going to و will. ها come on. What about you سامع عبد المجيد؟ ايه سامع عبد المجيد؟ going to هبقى انا ارتب الحاجه دي قبل مسبقا واقرر بس يعني من غير يعني اقرر بس من غير ترتيب.
تانية سما، أنا بقول الفرق ما بين going to and well. going to يعني هو قرر أو هو قرر طيب. حاجة يعني هو يعملها مسبقا بترتيب يا مستر. أنت كلامك صح، كلامك صح. ثواني، أنا لحد دلوقتي قلت الجوينج تو استخدامين، اوكي. الاستخدام الاولاني البلان، والاستخدام الثاني البريدكشن. البلان اللي هي الخطه او التخطيط، بلاننج. الاستخدام الثاني البريدكشن اللي هو التنبؤ. لو انا قلت تنبؤ يبقى انا بربط ما بين جوينج تو وما بين ويل، لان ويل من استخدامها البريدكشن but without evidence، ولكن بدون دليل. اوكي، يبقى انا عايز اقول الفرق ما بين ويل وجوينج تو. او مثلا this player trained well، اللعيب ده اتدرب كويس. he is going to win، هو سوف يفوز. تمام. طيب يبقى انا في عندي هنا evidence، دليل على ان اللعيب ده هيفوز. ليه؟ لان هو اتدرب كويس والتدريب ليس عليه خلاف. اوكي، طيب لو انا ما قلتش he trained well، ما قلتش هو اتدرب كويس، هقول he will win. يبقى في الحالتين انا تنبأت، انما في المره الاولى he trained well he's going to win، هنا انا تنبأت بانه هو يفوز، ولكن التنبؤ ده قائم على دليل ان هو اتدرب كويس. اوكي، ولكن لو انا قلت he will win على طول، الجملة هنا ما في التنبؤ بأنه هو يفوز برضو، ولكن ليس له دليل. أوكي؟ تمام كده؟ تمام يا مستر. طيب going to والpresent continuous في شيء مشترك بينهم، أن الحدث اللي احنا هنعمله في المستقبل ده محتاج تجهيز أو محتاج إعداد مسبق أو ترتيب وإعداد مسبق. الترتيب والإعداد المسبق ده تم، استخدم الـ present continuous. ما تمش استخدم الـ going to. طيب لو الحدث ده أصلا مثلا
هيمشي. تمام؟ يبقى ده اسمه quick decision. It's hot. I'll take off my jacket. My phone is running. I won't answer. انت فهم زعم بيرن انا مش هرد. ده اسمه ايه؟ quick decision, قرار سريع. تمام كده يا بنات؟ طيب هل ول استخدامات اخرى؟ ليها استخدامات اخرى. خلينا نشوفها كده مع بعض. Will has 8 uses. Will لها 8 استخدامات. Offer, request, promise, treat, if type 1, future fact, quick decisions, and prediction. Okay? Request. So offer. Will I help you? It's offer, the عرض. احنا ممكن نقسمهم ازاي؟ اربعة واربعة، الاربعة اللي فوق والاربعة اللي تحت. عرض وطلب، وعد وعيد، اف الحالة الاولى وحقيقة مستقبلية، قرار سريع تنبؤ بدون دليل. For offer, for example, will I help you? For request, للطلب. Will you help me? Will you carry this bag for me? هل ساعدتني؟ For promise. ركز بقى في الـ three examples اللي تحت بعض دول. Promise و treat و if type 1. For promise, study hard and I'll reward you. ذاكر كويس وأنا هكافئك. ده promise مش كده؟ ده وعد. For treat, don't study hard and I'll kill you. ما تذكرش كويس وشوفي هعمل ايه. ده ثريت. If type 1, if you study hard, I'll reward you. For if first conditional or for first type 1, الكونديشن عندي هنا انا استخدمتها، او الجمله الشرطيه الاولى او جمله فعل الشرط انا استخدمتها في present simple. طيب والريزلت استخدمتها في الفيوتشر باستخدام will. I'll, you see, شايفينها يا بنات؟ I'll reward you. For future fact, next John, I'll be 15. For junior guy, أول ما يجي يونيو هيكون عندي 15 سنة. طيب, for me, بالنسبة لي, I was born on the 4th of January 1989. So, next January, في يناير الجاي, I'll be 32 years old. The future fact. عمر ما يناير الجاي يجي وهيكون عيد ميلادي ومش هتعمل 32 سنة. Okay? You got it? لا. اوكي. مش فاهم منهم. احييك يا رنو. رنو انت مولود شهر كام؟ ايه؟ شهر 7. مولود 7. اللي هو جولاي، مش كده؟ حلو. يوليو جاي يكون عندك كام سنة؟ أنا 14. حلو. يوليو جاي لما تتم 14 سنة، دي حاجة أنت ممكن تعمليها؟ لا. أنت حاجة بتعمليها؟ طب حاجة ما بتعملهاش؟ لا. حاجة بإيدك أصلاً؟ دي بنقولها future fact، حقيقة مستقبلية. حلو؟ يبقى في يوليو الجاي أنا هيكون عندي 14 سنة. Next July I'll be 14 years old. مش كده؟ يبقى احنا بنعبر عن الفيوتشر فاكت، عن الحقيقة المستقبلية باستخدام will. تمام.
كده فهمتها؟ الحمد لله. أنا طبقتها على نفسي وقلت إن أنا مواليد 4/1/89، يبقى في واحد الجاي يكون عندي 32 سنة، دي اسمها إيه بقى؟ future fact. Okay. طيب. What about quick decisions اللي إحنا لسه قلنا عليها، اللي هي قرارات السريعة، اللي هي الأحداث اللي مش محتاجة إعداد مسبق خالص. فهنا الإكزامبل، I won't answer phone calls. I am busy now. أنا مشغول دلوقتي. I won't answer phone calls. مش هرد على أي مكالمات دلوقتي. تمام؟ ده إيه؟ ده quick decision. قرار سريع. تمام؟ The last usage for the future simple tense is the prediction with no evidence. They will win. It will rain. Sorry, في هنا خطأ. It will rain. هتمطر. أنا هنا بتنبأ بأنهم هيفوزوا. فوزهم هنا لو evidence، لو دليل، ولا ملوش دليل؟ لا ملوش دليل، يبقى احنا نستخدم ولا. Okay. طيب بالنسبة ل going to، أنا هبعت لكم فيديو بيشرح going to بالتفصيل، تكوينها وحالات النفي واللي بتاعه، وأنا هحط حتى الرابط بتاعه تحت كمان. For planning، أو لو أنا عندي خطة بقول I am going to travel، أنا سوف أسافر. أنا استخدمت هنا كلمة going to ليه؟ لأن الحدث ده محتاج ترتيب وإعداد مسبق، ودي فقط بالنسبة لي تخطيط أو خطة أو نية أو قرار أنا خدته لسه إن شاء الله هسعى لأن أنا أنفذه. تمام؟ طيب برضو من going to prediction based on an evidence، التنبؤ قائم على دليل. They trained well، هم اتدربوا كويس. They're going to win، هم سوف يفوزون. اوكي. And also we use the present continuous for arranged events. We're traveling to KSA tomorrow. We booked the tickets. في عندي هنا ما يدل على ان الحدث ده تم الترتيب والاعداد له بشكل مسبق، وان احنا حجزنا التذاكر. يبقى في الحاله دي احنا استخدمنا present continuous we're traveling or we are traveling. ما قالش we are going to travel. ليه؟ لو انا قلت we are going to travel يبقى احنا لسه ناويين نسافر، بس احنا هنا حجزنا التذاكر خلاص. لا، يبقى حدث تم الترتيب والاعداد، لا يبقى كانه هو بيتعمل دلوقتي، اعتبره حصل خلاص. فاستخدمنا present continuous we're traveling to KSA tomorrow. And also we use the present simple tense for events which has a timetable، للاحداث اللي لها جدول مواعيد. The train to Cairo leaves at 3:45، or the first lesson at school starts at 7:50 and finishes at 8:30. القطر الجاي للقاهرة هيمشي الساعة 4:15. القطر بمعاد مغادرته لها جدول مواعيد، مش بمزاج حد. فعشان كده استخدم هنا الـ present simple. ومعاد الحصة الأولى اللي بتبدأ فيه وبتنتهي فيه برضه يخضع لجدول مواعيد، ما بتستناش حد الحصة الأولى في المدرسة، فعشان كده استخدم الـ present simple tense. Okay. طيب أنا بقى لو حابة أسأل واحدة عن الخطط اللي هتقوم بيها في المستقبل، أنت ناوية تعملي إيه؟ هقولها إيه؟ خلينا نشوف كده. What are you going to do at the weekend? I'm going to help my father.
through.